بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. دائما عندما نتحدث بكل شيء جيد. في البعض بيحاول أن يدفع بقناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي لأن يكون هو صاحب مبادرة في العنصرية والتنمر، ولكن هذا لن يحدث أبدا أبدا، لأن أخلاق النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي لا تدعونا لمثل هذه الأمور. بمعنى أن هناك البعض، لو حضراتكم حتى تاخدوا بالكم خلال الفترة الأخيرة، كان دايما يقول لك إيه، قناة الأهلي هي اللي بتعمل التعصب، قناة الأهلي هي اللي بتبدأ إن هي بتحط أو بتؤجج التعصب ما بين الجماهير. مش ده اللي كان بيتقال؟ مش ده اللي كان بيحصل خلال الفترة الأخيرة لمجرد إن إحنا بنتكلم على اللعب المالي نظيف مثلا، أو لمجرد إن إحنا بنتكلم على رخص المدربين مثلا، أو لمجرد إن إحنا بنتكلم على موضوعات إعلامية هادفة بتخلي الناس كلها تتنطط قدامك كده علشان أنت بتتكلم في حاجات لو حصلت هتبقى عندهم مشاكل كثيرة وكبيرة جدا. لما قلت إن الحقيقة، والحقيقة اللي هتبان بالأرقام، الحقيقة اللي هتبان بالأرقام، أن النادي الأهلي عندما يتكلم في حق رعاية أو حق بث، فالنادي الأهلي، أنا هتكلم عن النادي الأهلي بس ماليش دعوة في حد تاني، النادي الأهلي في حتة وأي حد تاني في أفريقيا كلها في حتة تانية. ودللت على حضراتكم ده عالميا، الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني. لما اقول الكلام ده يقول لك اصل قناه النادي الاهلي بتؤجج التعصب ما بين الجماهير، قناه النادي الاهلي هي اللي دايما بتعمل التعصب. والله العظيم الكلام ده انا كنت بسمعه طبعا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، ولكن هذه هي الحقيقه، ان الكلام ده من وجهه نظرهم طبعا، ان الكلام ده بيتقال كل يوم او يوميا، يحاول بعض من لا يشجع النادي الاهلي ان هو يخليه امر واقع، زيه زي حاجات كتيره جدا جدا بتحصل الفتره السابقه. ولكن سبحان الله سبحان الله، دائما دائما بيطلع ان كلامنا هو اللي صحيح، وان كلامنا يدعو دائما للاحترام والحب والموده، وان كلامنا مش كلام اسلام، اخلاق ومبادئ النادي الاهلي اللي احنا دايما ماشيين بيها، ان احنا عندما نتكلم عن اللعب المالي النظيف فإحنا بنتكلم عن شيء يخص مصر كلها، أو يخص أفريقيا كمان كلها مش مصر فقط. عندما نتكلم عن رخص المدربين أو عندما نتكلم عن مواضيع هادفة بتلاقي كله بيعمل كده وعمال يخبط فيك من اليمين ومن الشمال. فقناة الأهلي يقول لك إن قناة الأهلي هي اللي بتزرع أو بتنتهج نهج التعصب. إمبارح بعد نهاية حلقتنا فوجئت الحقيقة بناس كتيرة جدا بتكلمني على واقعة، قالوا لي كده، الناس بتقول لي وصفوها بهذا الشكل، انها واقعة عنصرية وواقعة تنمر. ايوه زي ما حضرتك سامع كده بالظبط، اللي بقوله هي واقعة، اتقال لي هذا الوصف، انها واقعة عنصرية وواقعة تنمر. تمت على الهواء مباشرة في احدى القنوات الفضائية من لاعب سابق وشاركوا فيها مقدم البرنامج الحقيقة يعني، وكانت في حق البرازيلي برونو سابيو لاعب النادي الأهلي الجديد. وأنا هنا مش هتكلم بلسان برونو ولا هتكلم بلسان النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده مسؤولين يتكلموا عنه وياخدوا إجراءاتهم لو عايزين لو حابين. برونو سابيو عنده إجراء، عنده ناسه وعنده وكيله اللي يقدر يتكلم بالنيابه عنه، ولكن انا هنا بتكلم عن واقعه مؤسفه، جريمه بحكم القانون. واللي عمل ده الحقيقه مش واخد باله انه قبل ما يكون بيرتكب جريمه ده بيصدر صوره سيئه جدا عن الاعلام المصري اكتر ما هو بيتقال يعني عنه. انا بشوف ان الاعلام المصري اعلام هادف، لكن هو ده اللي بيتقال، هو ده اللي بيتصدر الاعلام المصري الرياضي في كل حتة في العالم. في ناس بتجتهد، لكن في ناس بتطلع حاجة زي دي تسوق صورتنا وتسوق سمعتنا. تخيل حضرتك لو برونو سابيو ده طلع قال أن هناك أحد الإعلاميين أو في برنامج بيتكلم عليا بهذا الشكل، أنا مش عايز أقول الموضوع مرة تانية،
لان الكلام ده لو تم ترجمته للصحافة العالمية هتكون أزمة كبيرة جدا. وقبل كل ده أصحاب الواقعة دي نفسها لازم يطلعوا يعتذروا اعتذار رسمي وعلى الهوى، مش بس لبرونو ولكن لكل بيت وأسرة مصرية. المجتمع اللي بيحاول أن يحارب أي ظاهرة سيئة ومنها التنمر. ده مش تنمر بس يا جماعة، اللي احنا شايفينه ده عنصرية سميها زي ما تسميها، أنا الوصف اللي جالي بهذا الشكل. وبأكد تاني أنا لا أتكلم على لسان حد، أنا ولا بتكلم على لسان برونو ولا بتكلم على لسان النادي الأهلي. النادي الأهلي هو صاحب قراره وعنده مسؤوليه ياخدوا اتخاذ ما يروه مناسبا. إن أنا بتكلم هنا إن وجهة نظر البيت الكبير، أنا بتكلم على واقعة علنية على الهواء مباشرة ولا بد من الاعتذار، ودي أقل حاجة ممكن تتعمل. أنا معرفش الاعتذار ده ممكن يقبل ولا لأ، أنا ما عنديش فكرة، ولكن عيب. أنا عارف إن أنتوا هتطلعوا تهاجموني وهتطلعوا تنتقد، أنا عارف الكلام اللي هيحصل وده بتاع إيه وده مش عارف كان بيعمل إيه الحاجات دي كلها ما بتأثرش فيا، ولكن عيب عليكم اللي بيحصل. يا عم إسلام أنت بتبالغ قوي ومكبر الموضوع قوي يعني، وما كانتش كلمة يعني اتنين قاعدين بيهزروا قدام الناس على الشاشة بيقولوها، ممكن البعض يسألني أو يقول هذا الكلام. طب تعالوا نشوف ايه اللي بيتقال لما ده بيحصل بره. بيحصل في اوروبا ومن زمان جدا، مش دلوقتي، حواريكم من زمان وحواريكم دلوقتي واقعه من اسبوع حصلت. داني ألفيش وهو واحد من اشهر اللاعبين في العالم في 2014 مشجع حدف عليه موزه. ده نفس اللي بنتكلم فيه، انا مش عايز اتكلم في الواقع اوصف لكم الموضوع عشان اللي ما يعرفوش يبقى احسن ان هو ما يسمعوش. ولكن هو داني ألفيش كان له ردة فعل لطيفة يعني، قالها ولعب الضربة الركنية. ولكن حضراتكم عارفين كان رد الفعل القانوني ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، مش اسلام اللي بيقول، القبض على مشجع الموزة وحملة ضد العنصرية في اسبانيا. ده من البي بي سي يا فندم مش من قناة الأهلي. ده البي بي سي حضرتك مش قناة الأهلي. ده المشجع اللي عمل الواقعة دي مشجع عملها وسط الزحمة وهو متداري. مش قاعد بيقولها بكل فخر قدام شاشة أو من ورا شاشة. وكل الدنيا سمعته، وطبعا شير 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 تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت لهذا الأمر. لولا ان داني ألفيش كان عنده تسامح كبير وقرر العفو عن المشجع ده بعد ما تم اعتقاله كان زمانه بيواجه عقوبه جنائيه. طب بلاش 2014، اسبوع واحد فقط. ارجع لحضراتكم من اسبوع واحد فقط، مباراه ايه؟ البرازيل وتونس الوديه. البرازيل بتلاعب تونس، تونس اتغلبت 4 ولا 5-1 حاجه كده. واحد من المشجعين حدف موزه على ريتشاردسون نجم المنتخب البرازيلي. الدنيا مقلوبة، الدنيا مقلوبة حرفيا. بصوا حضراتكم، بصوا الخبر ده، موقع بطولات، بسبب الموز مهاجم البرازيل يطالب بالتحقيق في واقعة العنصرية أمام تونس. الدنيا مقلوبة من وقتها، مقلوبة من وقتها لغاية دلوقتي. طيب الكلام ده بطولات، طب خلينا نروح لفرنسا 24، حاجة عالمية اهي. غدات خسارة النسور أمام البرازيل الاتحاد التونسي لكرة القدم يدين بشدة رمي الموز على ريتشارلسون. الاتحاد التونسي نزل بيان اعتذار رغم أنه هو مش متهم، وأدان هذه الواقعة، لأن كلنا بنبقى كلنا في إيد بعض. لكن خلينا نروح نتهم قناة الأهلي بالتعصب وتأجيج المشاعر واللي مش عارف إيه والكلام ده كله. أصل إسلام الشاطر ده يعني
بيقعد يقول للناس ويقعد يسخن ويقعد يعمل، مش الكلام ده كان بيتقال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا؟ على الرغم من هذا الكلام غير حقيقي، هذا الكلام غير حقيقي. انا بحترم كل نادي في مصر، واحترامي ده من ايه؟ وبحترم جمهوري اللي بيتفرج على شاشه قناه النادي الاهلي ايا كان انتمائه. بالمناسبه انا هنا انا بشتغل تحت شعار النادي الاهلي قبل اي شيء، شعار تحت شعار واسم النادي الاهلي. فلازم لما اطلع اتكلم ابقى عارف انا بقول ايه. ارجع تاني للموضوع المنتخب تونس واللي حصل معاه ده. كمان الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للفيفا بينشر تصريحات لإيميل هيسكي. إيميل هيسكي ده يعني موقع الفيفا، مش اسلام ولا قناه الاهلي ولا جمهور الاهلي. بيتكلم عن الواقعه دي وان ده تهاون في الحرب على العنصريه، مش اسلام والله ولا جمهور الاهلي. ده إيميل هيسكي واحد من اكبر النجوم اللي موجوده في كره القدم في العالم. من اسبوعين حصلت هتافات عنصريه، فينيسيوس ضد البرازيلي، فينيسيوس نجم ريال مدريد، وبنفس الصيغه، بنفس الصيغه اللي بتتكلم عنها دي. اسلام اللي بيقول ولا سي ان ان؟ لا سي ان ان. جمهور الاهلي اللي بيطالب ولا العدل والمساواه هي اللي بتطالب؟ سي ان ان هي اللي بتقول. طيب هو رد فعل رابطه الليجا كان على هذه الواقعه ايه؟ ايه رد الفعل؟ المتحدث الرسمي باسم الرابطه الليجا الاسباني، وبالمناسبه هذه التصريحات نقلتها سي ان ان، قال كالاتي: ندين جميع الحوادث داخل الملاعب وخارجها، او خارجها قبل داخلها، كما اننا نعمل مع الانديه للحفاظ على كرة القدم ودية وممتعة. مكمل بقى الراجل كلامه وقال: لا مكان لخطاب الكراهية في الدوري الأسباني، ونعمل دائما مع الأندية والسلطات لتحديد أي حالة من هذا القبيل وتقدمها إلى العدالة. كلام مختصر وواضح ومش محتاج إن أنا أعلق عليه. الواقعه دي يا فندم المفروض ان تقدم للعداله على الشاشه امام حضراتكم، مش انا اللي قلتها ولا اتقالت في قناه الاهلي، ولكن ما حدث امس فوجئت برد فعل. انا ما كنتش شفت طبعا لان كنت مع حضراتكم فما شفتش، لكن فوجئت برد فعل كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وناس عماله تكلمني هنا وهنا وهنا لغايه لما شفت وسمعت بودان. طب اقول لحضراتكم حاجه؟ والله العظيم ثلاثه كلمني ناس بعيدا عن جمهور النادي الاهلي ما بيشجعوش الاهلي وقالوا لي ان اللي حصل ده ما يصحش، قالوا لي ان اللي حصل ده ما يصحش، لان هذا هو العدل. احنا هنفضل كده لغايه امتى؟ قناه النادي الاهلي بيتقال كده من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. هل حضراتكم سمعتوا؟ من فضل حضراتكم ردوا على مثل هذه الامور. اين مدونه السلوك؟ أين المجلس الأعلى للإعلام؟ أنا من امبارح الحقيقة مستني أشوف أي رد فعل حتى من القناة نفسها اللي كانت فيها الواقعة، لكن ما حصلش. يا جماعة بجد الموضوع مش صغير، وزي ما حضراتكم شفتوا ده أقل رد، أقل رد اللي أنا جبته ده، الحاجات اللي قدرت أجيبها بسرعة من امبارح للنهاردة. ده رد الفعل بره، محاكمات وبالقانون، محدش بيتعدى على القانون ابدا. ارحمونا من مثل هذه الامور. الناس كلها دلوقتي ابتدت هنا حتى في قناه الاهلي بنشتغل على شيء واحد فقط وهو نادينا، وبنتكلم عن نادي وكل حاجه تخص النادي وفي الكوره وفي كل حاجه. مش للدرجه دي، الدنيا ماشيه يمين لازم انا اخش شمال عشان الناس تتفرج عليا؟ وهي شمال بالفعل عشان الناس تتفرج عليا؟ ما تتكلم كلمة حق.
هو انا لازم اقعد؟ لا معلش، انا لازم امسك او اخد بالي من الفاظي لان انا داخل قناه النادي الاهلي. لكن يا جماعه ما ينفعش ان كل واحد يطلع كده يتكلم ويقول اللي هو عايزه بدون اي حساب، بدون اي حساب. برونو سافيو ده لو رفع قضيه، انا عندي معلومات لكن مش هقدر اتكلم فيها، لو برونو سافيو ده رفع قضيه ولا عمل حاجه هتبقى قصه. انا مش هتكلم في هذا الامر غير لما نشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القليله القادمه او خلال الساعات القادمه. يعني انا ارجو ولا ارجو ليه؟ مش انا لوحدي، هو الحقيقه الناس كلها بتطالب اللي عمل كده ان هو يعتذر. ومعرفش بقى هل برونو ده مبدئيا، لكن هل القانوني ده مش بتاعي، ده بتاع برونو سافيو والنادي، هل هيعملوا حاجه؟ معرفش، ما عنديش فكره، هم اللي هيقرروا مش انا. لكن على الاقل مبدئيا يجب ان يكون هناك اعتذار رسمي وعلني على الهواء مباشره زي اللي حصل امبارح. حد يطلع يعتذر لينا ويتكلم لينا كمشجعين ومحبين لهذا النادي الكبير، النادي الاهلي، وهذا النادي العريق اللي دايما بيحافظ على اسم بلده وبيحافظ على اسم مصر عاليا. بالمناسبه انت لما تجيب لعيب زي برونو سافيو موجود هنا في مصر، بوليفيا كلها بتتكلم على اللي بيحصل مع برونو سافيو، والبرازيل كلها بتتكلم على اللي بيحصل، هو شعبيته كبيرة جدا في بوليفيا، مش أنا برضو اللي بقول ولكن حضراتكم اللي شفته. فلما حضراتكم شفته وهو جه النادي الأهلي للتوديع بتاعه أو وداع هذا اللاعب في بوليفيا كان عامل إزاي؟ ردود الفعل البرازيلية في الوقت ده كانت عاملة إزاي؟ الصحافة البرازيلية بتتابعه. تخيل حضرتك لو الكلام اتكتب بهذا الشكل كان ممكن يحصل ايه؟ كان ممكن يحصل ايه؟ اتمنى ان يكون هناك اعتذار من اللي عمل هذا الامر، واتمنى ان يكون على الهواء مباشره كما حدث على الهواء مباشره. الحقيقه ما كنتش اقدر ابدا هذه الحلقه بدون ما يكون ليا تعليق على اللي حصل. هتكلم طبعا في الكوره وكل حاجه، ولكن انا واثق أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، ولا بد أن يكون هناك موقف حاسم لمنع تكرار الأمر. احنا عمرنا ما عرفنا التنمر ولا العنصرية في ملاعبنا أبدا، ولا الجمهور المصري بأخلاقه واحترامه يقبل كل الجمهور المصري، كل الجمهور المصري بأخلاقه وباحترامه لن يقبل بمثل هذه الأمور. لأنه مش قضية أهلي وزمالك بالمناسبة، محدش يدخلنا في قضية أهلي وزمالك ولا فيها منافسة ولا الكلام ده. ولكن دي مبدأ وأخلاق وقواعد مجتمعية الكل بيجتمع عليها، وما ينفعش حد يجور عليها. ولا أن يتم مخالفتها بالمناسبة يعني. فمحدش يحولها لي لقضية مش عارف إيه أهلي وزمالك، لا. لأنه أنا متأكد أن كل جمهور الأندية المصرية بيرفض مثل هذه الأمور التي تدعو للتنمر أو العنصرية. ومش أول مرة يحصل الكلام ده، ولكن الحقيقة أنا سمعت بوداني، أنا سمعت الكلام ده بوداني، ما كنتش مصدق وأنا بسمع. هل ممكن يحصل حاجة زي دي؟ هل ممكن يتقال كلام مثل هذا؟